عسلامة ومرحبا بيكم، ان شاء الله الناس كلها تكونوا بخير ولاباس. رجعتكم اليوم في فيديو جديد وفي دبره جديده. اول حاجه نخفيني من وقت لوقت نصلي فيها على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام. اليوم الدبره باش تكون خفيفه ظريفه، باش نعمل بيتزا وباش نعمل شوربه وباش نعمل سلطه اكاهو. كيف ما تشوفوا اول حاجه باش نبدا بها هي العجينه نتاع البيتزا. كيف ما شفتوا خديت كيلتين نتاع ماء، باش نحط عليهم مغرفه كبيره سكر ومغرفه كبيره خميره فوريه، وباش نحط عليهم كيلتين فارينه. هذه عجينة العشرة دقائق في ساعة تحضر، والبيتزا متاعها تجيه شوشة وبنين على الأخر. لهنا أنا استعملت الكاس الصغير باش نعمل كعبتين بيتزا أكاهو. ما نحبش العجينة تفضل، يعني البيتزا ما تبتليش، يعني كعبتين باش في ساعة يوفوا. انتم ما تنجموا الكيلة متاعكم تكبروا فيها، يعني تنجموا الساعة متاع الكاس متاعكم ولا تكيلوا بالصحفة ولا حاجة، يعني تاخذوا نفس القياسات. مش بالضروره يكون الكيس هو نفسه اللي نستعمله. انا استعملت كيس نتاع 100 مليلتر. كيف ما شفتوا صبيت زوز كيسان نتاع ماء دافي، عليهم مغرفه سكر ومغرفه خميره فوريه، وزوز كيسان نتاع فرينه كيف ما شفتوا نركضهم بالباهي. وهذوما تو بعد ما خلطتهم بالباهي باش نغطيهم ونخليهم لمده 10 دقائق يضاعف الحجم نتاعهم، وباش نعجنوا العجينه نتاعنا. لهنا نغطيها ونخليها لمده 10 دقائق. ما تشوفوا هذه بعد مرور 10 دقائق ضعف الحجم نتاعها بالباهي. نصب نص كاس زيت، يعني بنفس الكاس كيلت به الماء والفرينه، نص كاس زيت نباتي كيف ما تشوفوا. نركضها بالباهي باش يطيح هاك الخمور نتاعها هذاك، ونخلط الزيت بالباهي ونعمل رشه الملح كيف ما تشوفوا. وباش نحط باكو خميره نتاع جاتو كيف ما شفتوا، خميره كيميائيه وزن 10 غرام. نخلط المكونات هذه بالباهي، ومن بعد باش نبدا نزيد الفرينه بشوي بشوي لنتحصل على عجينه طرية وفي نفس الوقت ما تتلصقش، لازمها ما تكونش تلصق وما تكونش يابسة. كيف ما شفتوا باش نولي نعجن بداية ناحية الركاض، وباش نعجن بيدي نزيد الفرينة بشوي بشوي ونبدا نعجن. نكمل نزيد الفرينة كيف ما تشوفوا، تقريبا تاخذ لي بين 3.5 و 4 كيسان متاع فارينة بنفس الكاس هذاك. كيف ما شفتوا نلمدوا العجينة بتاعنا، ومن بعد بالطبيعة باش نعجنها بالباهي. اذا الفارينة العجينة بتاعنا مازالت مستحقة فارينة بالطبيعة نزيدوها، اذا ما عادش مستحقة فارينة نعجنوا العجينة هذيك نلموها بالباهي نعجنها بالباهي. وبالطبيعة ديريكت باش نشكلوها، مانيش باش نخلوها ترتاح خاطر هي هذه تسمى عجينة العشرة دقائق، خليناها من الاول ترتاح تاع 10 دقائق وبعد باش نعجنوها ونشكلوها ديريكت. وبعد التشكيل نتاعها باش نخلوها تقريبا من 15 ل 20 دقيقة يعاود يتضاعف الحجم نتاعها، وقتها باش نحطوها طيب. كيف ما شفتوا نلم الفرينة نتاعي كيف ما شفتوا بالباهي، ننظف هاك نظف الفرينة اللي على جناب هذيك، نعجن العجينة نتاعي بالباهي كيف ما شفتوا بالطريقة هذية. وبالطبيعة من بعد ديريكت باش نحطها على الرخامة ونقسمها ونحل العجينة نتاعي. كيف ما شفتوا ديما كي تنزلوا عليها كي تعملوا البنية وتنزلوا عليها الفرينة تتخلط بالباهي، وفي نفس الوقت العجينة تكون لينة ما تبقاش يابسة. لهنا ديريكت بعد ما عجنتها بالباهي باش نرش شويه فرينه كيف ما تشوفوا، نحط العجينه نتاعي باش نقسمها على زوز. كيف ما قلت لكم انا الكميه هذه تعمل لي كعبتين نتاع بيتزا كبار في الطبق نتاع الفور الكبير. كيف ما شفتوا نكعبرهم، وباش نبدا نحل بالكعبه ونحط في الطبق نتاع الفور. بالنسبه لطبق الفور فرشت فيه بابي كويسون باش نحط فيه العجينه بالطبيعه، باش نخليها ترتاح من 15 ل 20 دقيقه بعد ما نحلوها بالطبيعه. نحضروا لها الحشوه نتاعها شنو باش نحطوا لها ونخليها ترتاح. لهنا نحل العجينه نتاعي كيف ما شفتوا بالقلقال، نحلها على حسب الحجم نتاع الطبق الفور نتاعي كيف ما شفتوا. نحاول نجود فيها خاطر هي من بعد بطبيعتها باش تقعد تخمر باش يعاود يضاعف الحجم نتاعها. كيف ما شفتوا نحلها بالباهي باش تكون كلها نفس السمك. شوف العجينه كيفاش طريه وفي نفس الوقت لا تلصق ولا هي يابسه. بالطبيعة بحثي البلاتو باش نهزها نحطها في البلاتو. هذا البلاتو كيف ما شفتوا مفروشة فيه بابي كويسون، باش نهز العجينة نتاعي نحطها في البلاتو كيف ما تشوفوا.
ديريكت بعد ما حليتها نفرشها هكا في البلاتو ونحطها على جنب ونغطيها بمنديله ونخليها ترتاح، ونحل الكعبه الاخرى وبعد نغطيهم بالباهي ونخليهم مده من 15 ل 20 دقيقه كما قلت لكم. لهنا بعد ما حليت العجينه حليت العجينه على جنب باش ترتاح، وتحديت باش نحضر الشوربه. بالنسبه للشوربه قصيت راس بصل جويط وصبيت زيت نباتي في الطنجره باش نقلي البصل هذاك. اليوم باش نعملوا شوربه ازوغالين. ازوغالين اللي هي خليط بين كيف ما شفتوا العدس الاحمر والبرغل والروز كيف ما شفتوا. هذه كاس نتاع 200 مللتر كيلته نتاع يعني كيفاش نقولوا نحن العدس الاحمر غسلته وحطيت عليه تقريبا نصف فنجان نتاع برغل مغسول ونصف فنجان نتاع روز ابيض مغسول بالطبيعه كيف ما شفتوا. نقليهم شويه مع البصل حركوهم هكاك تقريبا دقيقتين ثلاثة هكاك يتقلوا شوية، وبالطبيعة باش نزيدوهم إترا ماء سخون كيف ما تشوفوا. الماء هذا لازم يكون سخون كيف ما شفتوا، زدت إترا متاع ماء نغطيها ونخليها تطيب على روحها لين تطيب المكونات هذيك يعني اللي هي البرغل والروز والعدس. نغطيها ونتعدى نحضر لها الصوص نتاعها. بالنسبه للصوص نتاعها كيف ما شفتوا صبيت زيت نباتي تقريبا 3 مغارف زيت نباتي باش نحط عليهم مغرفه فرينه باش نقلي الفرينه هذيك في وسط الزيت. نحرك هالفرينه هذيك بالباهي باش تحلي في وسط الزيت. وقت اللي تفوح الريحه نتاعها نعرفوها راهي تقلت. لهنا كيف ما تشوفوا الفرينه نتاعي ولت تغلي يعني تقلد، باش نصب عليها الصوص نتاع الطماطم. مانيش باش نستعمل طماطم معجونه، بالنسبه ليكم انتوما نجموا تستعملوا زوز مغارف نتاع طماطم معجونه اللي ما عندوش الصوص هذيا. كيف ما شفتوا مقدار نتاع نص كيس هكاكا يعني ما يعادل مغرفتين نتاع طماطم معجونه. نحرك هكا الطماطم هذيك نقليها مع الفرينه، وبالطبيعه باش نفوح لهنا في المقله. بالنسبه للصوص هذيا رانا باش نزيدوها فوق المكونات نتاع الشوربه. حطيت شويه ملح بطبيعه باش نحط شويه فلفل اكحل شويه فلفل مهروش ونعناع الشايح. كما شفتوا لهنا الشوربه هذيا يفوحها الفلفل المهروش ونعناع الشايح، يفوحها بالباهي. لهنا كما شفتوا بعد ما قليت بطبيعه باش نهز الصوص هذيا نصب عليها اول حاجه الماء، نحلها شويه في وسط الماء كما شفتوا. صبيت عليها تقريبا نص كاس بتاع ماء، نحل الصوص هذيك في الماء ومن بعد بالطبيعه باش نصبها على الشوربه. لهنا هذه الشوربه نتاعي كيف ما شفتوا العدس طاب. صبيت الصوص هذيك على العدس هذاك والمكونات هذيك اللي هي البرغل والروز. نخلط الصوص هذيك بالباهي كيف ما تشوفوا، تبدل اللون نتاعها. بالطبيعه نتوما باش تستعملوا طماطم معجونه اللون نتاعها يولي اغمق شوي يعني هذاك يرجع لكم ليكم نتوما. هذه الشوربه نتاعي كيف ما تشوفوا غلطت بالباهي مع الصوص هذيك، تو باش نطفي عليها كيف ما شفتوا. هذه المكونات كلها طايبه حاضره، باش نطفي عليها ونخليها ترتاح، وبالطبيعه من بعد نجموا تعملوا لها الصوص اللي هو زبده وفلفل مهروش. لهنا هذه البيتزا نتاعي اتخمرت كيف ما شفتوا، عملت لها صوص اللي هي صوص الطومات هذيك ديما نستعمل فيها، حضرتها في الدار خلطتها مع شويه زعتر وشويه احباق شايح وزيت نباتي كيف ما شفتوا. نحطها على العجينه نتاع البيتزا هذيك. بالنسبه للبيتزا باش نعمل واحده بالشامبينيون وواحده باش نعملها بالمرقاز. نحط الجبن هو الاول. علاش الجبن نحطوه هو الاول؟ باش كي يبدا الفور يعني سخون ما يتحرق لناش الجبن في ساعه يتحرق ويبس، لازم الجبن يكون مرلوطه وفي نفس الوقت باش يعطينا كل الطمطيطه هذيك التجبيده. ونحافظوا عليه كي نحطوا فوق منه المكونات نحافظوا عليه اللي هو ما يتحرقش، يبقى لنا بنفس اللون وفي نفس الوقت يذوب لنا بالباهي وياخذ راحته وما يتحرق لناش. لهنا باش نحط هذا الشامبينيون كيف ما شفتوا، نوزع الشامبينيون على الكعبه نتاع البيتزا هذيا، وثانيه بالطبيعه كيف ما قلت لكم باش نعملها بالمرقاز.
انتم بالطبيعه كل واحد شنو يحب، تنجموا بالتون، تنجموا حتى حتى بالخضره، مثلا تنجموا تذبلوا الخضره وتعملوها، تنجموا حتى بالفلفل السامحوني بالحم المفروم. لهنا باش نرش زيت الزيتون كيف ما شفتوا، ولهنا عندي القطانيه المصبره زاده كيف ما شفتوا نعمل منها رشه. والفور بطبيعي متاعي يسخن على 180 درجه باش نحطها طيب. هذه هي البيتزا متاعنا، نحطها تطيب تاو على 180 درجه وتعديت باش نحط الحشو متاع الثانيه، نصب عليها البقيه متاع الصوص هذيك اللي بقت. كيف ما شفتوا نوزع الصوص هذيك بالباهي على البيتزا متاعي، نحاول ما نوصلش للجناب كيف العاده، وبطبيعه باش نرش عليها جبن، وهذه باش نعملها بالمرقاز كيف ما قلت لكم. كيف ما شفتوا فطور سهل وخفيف من غير تعقيد من غير حتى شيء. بالنسبه للبيتزا هي تعوض لنا الاكله الرئيسيه، وفي نفس الوقت تعوض لنا البريكه، وتعوض لنا خاصه هنا في تركيا اللي ياكلوا البوريك برشا مثلا، هذه تعوض لنا الاكله الرئيسيه وتعوض لنا حتى البوريك. بعد ما حطيت الجبن بالطبيعه باش نفرق المرقاز كيف ما شفتوا، المرقاز هذايا بقري، انتم تنجموا تعملوا حتى بالسلامي. وبالطبيعة باش نعملو رشة الزيتون هذيك كيف العادة، ورشة متاع قطانية، ونستنى الأخرى لين تخرج خاطر وقيت يعني قريب المغرب يأذن. نخرج الكعبة الأولى نحطها في الطبق على الطاولة، وهذه باش نحطها في الفور باش ديريكت كنحلو الفاطرة نشقو الفاطرة متاعنا، وحدة ناكلوها والأخرى تبدا سخونة ديريكت نخرجها من الفور نكملو ناكلوها. هذه الثانية نحطها على جنب ونتعدى للسلطة. كيف ما شفتوا هذه الكعبه الاولانيه كيف ما تشوفوا ما خليتهاش تتحمر برشا، الكعبه الثانيه باش خليها تتحمر برشا خاطر الكعبه الثانيه حمويه وراجلي يحبوا الحاجه الناضجه يعني تبدا حمرا برشا. انا الحقيقه ما نكذبش عليكم ما نحبش حاجه ناضجه برشا. كيف ما شفتوا حتى في القصان نتاعها سهله، بالطبيعه نقصها باش نحطها في الطبق وباش نتعدى نقص السلطه فيسع فيسع. السلطه ماهيش يعني ماهيش حاجه كبيره مثلا، ماهيش متنوعه، السلطه هي فقط شويه جرجير وشويه خس باش نقصهم ونفوحهم وكهو. كيف ما شفتوا البيتزا متاعنا طريه بالحق هشوشه على الاخر. هذه البيتزا متاعنا كيف ما شفتوا حطيتها في الطبق باش نحطها تو في الطاوله، وفيسع فيسع دقيقتين من زمان نقص السلطه ونحط الطاوله. ولهنا هذه السلطه كيف ما قلت لكم شويه جرجير قصيتهم وشويه لوتي هذوما زاد قصيتهم باش نفوحهم ونحطهم خاطر ديما لازم السلطه هذيك في الطاوله. نفوحها بشويه ملح وزيت زيتونه وقارص، وباش نعمل عليها رشه صغيره كيف ما قلت لكم ديما صوص الرمان. صوص الرمان راهو يفوح يعني السلطه ويبننها برشا، اللي مش متوفر عنده بالطبيعه يكتفي كان بالقارص. هذا صوص الرمان كيف ما شفتوا تقريبا مغرفه هكاكه. ونخلط السلطه نتاعي ونحطها في الطبق بالطبيعه خاطر وقيت. بعد ما خلطت السلطه نتاعي كيف ما شفتوا نحركوها بالباهي بشكل الصوص نتاع الرمان هذيك تدخل في الخضره كلها، وباش نحطها في الطبق بالطبيعه. نحط السلطه نتاعي وباش نحط الطاوله نتاعي كيف ما قلت لكم.
وهذه هي الشوربه نتاعنا كيف ما شفتوا ازوغالين شوربه سي ولا شوربه ازوغالين، وهذه السلطه نتاعنا، وبالطبيعه هذه البيتزا نتاعنا الكعبه الاولى والثانيه قاعده تطيب بالطبيعه. ان شاء الله الفيديو عجبكم وان شاء الله الدبر عجبتكم. نستنى تعليقاتكم، نستنى لايكاتكم، نتقابل ان شاء الله في فيديو جديد. شهيه طيبه وفي امان الله.